أهلا بكم. قال مسؤولون حوثيون يديرون مصلحة الضرائب في العاصمة صنعاء إنهم قاموا بتحصيل 7 مليار ريال من ميناء الحديدة. وقال القائم بأعمال مصلحة الجمارك المعين من قبل تحالف الانقلاب إن إدارته تمكنت من جمع هذه المبالغ من مينائي الصليف والحديدة خلال 2 فقط، الأمر الذي يبدو متناقضاً مع التصريحات التي يصدرها الحوثيون حول حصار على هذه الموانئ. ويأتي الكشف عن هذا المبلغ في حين ما تزال الميليشيا تفرض رسوماً إضافية على التجار في العاصمة صنعاء، وصل إلى حد الابتزاز وجني جبايات كثيرة عبر جهاز مصلحة الضرائب الخاضع لسيطرتهم. في هذه الحلقة من زوايا الحدث سنتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هو مستقبل المشهد الاقتصادي في اليمن بعد الاستنزاف وفرض الرسوم والضرائب المزدوجة على التجار؟ وكيف سيؤثر هذا الاستنزاف على حركة التجارة من ثم على المواطنين بشكل خاص؟ عبث آخر تتعرض له إيرادات الدولة ومؤسساتها الاقتصادية المختلفة، وشكل جديد من الإتاوات والجبايات التي تذهب لصالح الحرب عبر رسوم جمركية إضافية تفرضها الميليشيا على التجار في العاصمة صنعاء، ما مهد الطريق أمام موجة غلاء أسعار تزداد حدتها مع هبوط قيمة العملة المحلية لمستويات كبيرة. نتابع مشاهدينا هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. كلما ارتفعت أثقال المعيشة ورسومها على المواطن زاد نفوذ وثراء من أشعل الحرب، معادلة أصبحت تميز الشارع اليمني بعد الانقلاب أكثر من أي وقت مضى. فهكذا أضحى المشهد، وهكذا أصبحت الإتاوات والرسوم غير القانونية تمثل واقعا أكثر سوداوية على اليمنيين. لم يتوقف الأمر عند حد معين من فرض الرسوم الزائدة والضرائب المزدوجة على كل السلع التي يشتريها المواطن، بل ذهب تحالف الانقلاب أيضا إلى فرض ضرائب باهظة على الأنشطة التجارية، حيث أكد مسؤولون تابعون لسلطة الانقلاب في مصلحة الضرائب أنهم تمكنوا من كسب 7 مليار ريال خلال 2 من ميناء الحديدة فقط، الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة حول طبيعة نشاط الميناء الذي قالت الميليشيا في وقت سابق بأنه يخضع لحصار. الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة صنعاء لوحت بورقة الرحيل إلى مناطق أخرى تتوفر فيها البيئة الاستثمارية المناسبة بعد فرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الواردة إلى صنعاء وخلق إجراءات وصفت بغير الدستورية على التجار تمارسها مصلحة الجمارك الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي. هذه الإجراءات يقول عنها اقتصاديون إنها تندرج تحت استراتيجية ممنهجة لخنق الأوضاع الاقتصادية في البلاد ورفع مستوى العوز وسط اليمنيين، ليس فقط في مناطق سلطة الحوثيين بل في كثير من المناطق البعيدة عن سيطرتهم، مما يسهل التأثير على السكان وخلق حالة عدم الرضا من عمل السلطة الشرعية في المناطق المحررة. التجار في العاصمة صنعاء أكدوا قيام الميليشيا بشطب جميع الإجراءات والتعاملات الجمركية التي يتم استيفاؤها في ميناء عدن والمكلا واستبدالها بإجراءات أخرى في مداخل أمانة العاصمة، بحيث لا يتم احتساب الإجراءات والرسوم الجمركية التي تم دفعها في الدوائر الجمركية السابقة. الضرائب والرسوم المزدوجة على التجار ما تزال تمثل صورة أخرى من صور العقاب الجماعي، وما يزال العبث بقوت المواطن ومقومات حياته هو الثابت الوحيد أمام كل هذه المتغيرات. إذن مشاهدينا، تصريح من مسؤولون في إدارة مصلحة الضرائب في صنعاء، حوثيون تحدثون عن أن هذه المصلحة حققت إيرادات تصل إلى 7 مليارات ريال فقط من ميناء الحديدة خلال 2. مشاهدينا، سنبدأ النقاش، سينضم إلي من القاهرة مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. مساء الخير سيد مصطفى. أهلا وسهلا، مساء النور لك والمشاهدين الكرام. أهلا بك سيد مصطفى. بداية، ماذا يمثل مشهد فرض الرسوم الزائدة والضرائب التي يفرضها الحوثيون على التجار في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم؟ هذه الإجراءات التي اتخذت مؤخرا هي إعادة فرض رسوم جمركية على السلع القادمة من المجمركة من الموانئ البرية والبحرية التي تسيطر عليها الحكومة سواء كانت في عدن أو في المكلا أو في منفذ الوديعة أو منفذ شحن. نعم. عند دخولها إلى صنعاء يتم إعادة جمركتها، وهذه القرارات التي اتخذت من قبل مصلحة الجمارك التي تسيطر عليها جماعة الحوثي
في صنعاء كانت تحت مبرر أن هذه الرسوم الجمركية لم يتم استيفائها، وبالتالي هم يعيدوا استيفائها بمعنى أنه تفرض ضريبة جمركية بما يصل إلى 48% إلى 50%، بمعنى أن نصف هذه أو 50% من الضرائب يتم الجمركية يتم إضافتها على السلع الواردة من المنافذ الجمركية التي لا تسيطر عليها جماعة الحوثي، وبالتالي هذا الوضع خلق أزمة مع القطاع الخاص مع تجار صنعاء، وبدأوا بالاحتجاج على هذه الإجراءات التي يعتبروها أنها غير قانونية وغير دستورية، وتفرض حالة من انفصال الإجراءات وفرض أمر واقع تشطيري، لا سيما وأنه ما تزال كل القوانين موحدة على مستوى اليمن ويفترض الالتزام بها. سيد مصطفى، أيضا هناك بيان للغرفة تجار في صنعاء في الغرفة التجارية حول إعادة فرض رسوم جمركية على البضائع، كيف تقرأ هذا البيان؟ البيان هو كما قلت احتجاج من قبل تجار صنعاء الذين دفعوا الرسوم الضريبية والجمركية في المنافذ المختلفة، وبالتالي يفترض أنه وفقا للقوانين المقررة أنه لا يتم إعادة فرض الرسوم الضريبية والجمركية في صنعاء، لأن هذه تعتبر رسوم إضافية، وبالتالي هذا يضاف مباشرة إلى السلعة ويرفع أسعار السلع، وبالتالي يتحمل المواطن اليمني كلفة هذه الزيادة. مصلحة الجمارك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تبرر أن هذا يعود إلى إلغاء اتفاقية العربية، اتفاقية المنطقة أو المنطقة التجارية الحرة العربية الكبرى التي تعطي المنتجات العربية المنشأ إعفاءات بنسبة 50%، وبالتالي هم ألغوا هذه الاتفاقية، وبموجب هذا الإلغاء الآن يتم استيفاء هذه الرسوم الجمركية ويتم فرضها على السلع الواردة إلى صنعاء. نعم، إذا اسمح لي سيد مصطفى ويبقى معي، سينضم إلينا الصحفي الاقتصادي من عدن محمد الجماعي. مرحبا بك سيد محمد. نعم، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد محمد. يعني يبدو المشهد غير واضح للمتابع العادي، ففي حين يعني تؤكد الميليشيا أن الموانئ التي تقع تحت سيطرتها واقعة تحت حصار التحالف، ثم تعلن أنها تحصل أكثر من 7 مليار ريال خلال شهرين كعوائد من مينائي الحديدة والصليف، كيف يمكن فهم هذا الأمر؟ في الحقيقة لو يعني بدأنا الموضوع بميناء الحديدة، ضيفك في الطرف الآخر وهو خبير اقتصادي يعني معروف، قبل فترة مركزه الإعلام الاقتصادي دعا إلى إغلاق ميناء الحديدة أو تحويل طرق الملاحة إلى ميناء عدن، وهذا أمر يعني أعتقد أن الحكومة تسير باتجاهه من خلال خطوات هامة، وهي التي انعكست على المشهد والوضع الآن في صنعاء، فلولا الإجراءات التي تمت لما انتقل التجار والمستوردون إلى موانئ أخرى وتركوا ميناء الحديدة في كثير من الأوقات، وبالتالي الحوثيون اتجهوا لفرض ضرائب جديدة وألغوا اتفاقية المنفذ الواحد، وبدأوا أيضا بتحصيل مبالغ كبيرة يعني أخرجت التجار عن طورهم وجعلت صنعاء ثورة رأسمالية كما إن صح التعبير للتجار الذين وصفوا هذا الموضوع في بلاغين بأنه ابتزاز وبأنه تكريس لانفصال البلد وبأنه تعزيز لسلطة محافظة واحدة على بقية المحافظات. نعم. اما بالنسبه للايرادات، ايرادات ميناء الحديدة، الاعلان سواء صح عن الحوثيين ام لم يصح، ميناء الحديدة هو ميناء يعني ايراداته كبيره جدا، والايرادات هذه لو وزعت على بقيه المحافظات ولو حول الى عدن حول الطريق الملاحه لاستفادت منها محافظه عدن. عدن في اخر تقرير لمركز خليج عدن قال أن عدن تحتاج إلى 8 مليارات يعني لحل أزمتها، وبينما دخل المحافظة لا يتعدى 4 مليارات في الوقت الحالي. ميناء الحديدة الآن
يعني 7 مليارات خلال شهرين، ربما هذه الأرقام يعني متواضعة جدا مقارنة بما يقال في الكواليس أنها أكثر من 15 مليار ريال شهريا. نعم سيد محمد، أيضا في يعني سلطة الميليشيا تقوم بتحصيل يعني في المنافذ في محافظة صنعاء على رسوم جمركية أخرى غير المدفوعة هناك، يعني ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن البنك المركزي في صنعاء بطريقة أو بأخرى بعيدا عن اتصاله ببنك عدن يبحث عن إيرادات للميليشيات التي يعني تبحث عن أي مورد لنهبه، وهذا واضح من كلام التجار وليس من تحليل أحد. هم قالوا أن هذا يعتبر نهب كبير، وأنه يعني من مزاج رئيس مصلحة الجمارك يحيى الوسطى المعين من الحوثيين، وهو يعني يرد عليهم بقسوة وبغلظة وبيعني أساليب منفرة، وهذا ما يعني أنهم بعيدون كل البعد عن فهم ما يجري حاليا. ملأ خزينتهم هي التي يعني في المجمل، نعم. هو لملأ خزينتهم من خلال ما ينهبونه، وأما التعامل مع التجار ينبغي أن يكون أرقى من هذه من هذا الأسلوب. يجب أن نفكر بالمواطن، لأن زعزعة يعني الأرضية تحت التاجر معنى ذلك أن المواطن هو الذي يحصر في يعني الدرجة الأولى. لكن هو أيضا لا خيار أمام التاجر، إما أن يوقف العمل أو أن تحسب الكلفة على المواطن في الأخير. نعم وأعتقد أن التجار لن يتوقفوا عند هذا، صوتهم كبير ومسموع، ولأول مرة رأس المال هو الذي يخرج، ولم يخرج قبل ذلك إلا عندما يعني حاولت الحكومة تطبيق ضريبة المبيعات قبل هذا، ولكن لن يخضع بالتأكيد لهذه الاتفاقيات، سوف يبحث عن طرق أخرى، ما لم فهو سينزح من المكان الذي يضايق فيه. نعم إذن ابقى معي سيد محمد، أعود بسؤال لضيفي الآخر السيد مصطفى نصر. سيد مصطفى، أنت تحدثت سابقا عن وجود ازدواجية فيما يخص تصريحات الحوثيين حول فرض حصار من قبل التحالف على حركة التجارة في ميناء الحديدة، كيف يمكن شرح ذلك؟ أولا أود التوضيح لنقطة وردت على لسان الزميل محمد، موضوع المركز لم يطلب إيقاف خطوط الملاحة إلى ميناء الحديدة، وإنما طالبنا بأن يكون هناك تسهيل بعض الإجراءات في ميناء عدن ومعالجة بعض الإشكالات، بحيث أنه إذا توقف ميناء الحديدة لا تحدث مشكلة إنسانية للسلع والخدمات. تتمثل هذه المطالب بتسهيل عملية الدخول للبضائع عبر ميناء عدن من خلال كسر الاحتكار الذي يرفع أسعار النقل بصورة كبيرة، وأيضا تسهيل الإجراءات وغيرها والانتقال من عدن إلى بقية المحافظات. بالنسبة لسؤالك فيما يتعلق بنشاط ميناء الحديدة، الحقيقة ما يزال ميناء الحديدة يتصدر الموانئ اليمنية باستقبال السلع الواردة من الخارج، والتقارير التي توضح حجم النشاط التجاري وحجم النشاط الملاحي الواصل إلى ميناء الحديدة يوضح هذه الحقيقة، والإيرادات أيضا خلال العام الماضي وصلت إلى أكثر من 47 مليار، هذه الإيرادات الرسمية والمعلنة، وبالتالي هناك بطء فيما يتعلق ببعض الإجراءات، سواء كان في تأخر هذه السفن في الغاطس أو في إجراءات دخولها. أيضا معظم المواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية تأتي عبر ميناء الحديدة، وهناك وحدة رقابة التابعة للأمم المتحدة موجودة في جيبوتي، هي من تسمح أو تراقب وصول هذه البضائع، سواء كانت البضائع التجارية أو المساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة، وهناك نشاط يومي في هذا الميناء، لكن هناك بطء فيما يتعلق بدخولها إلى الغاطس، وأيضا من الغاطس إلى الميناء، وأيضا في تفريغ هذه الحاويات في إطار الميناء بسبب بيروقراطية، وأيضا بعض فرض الرسوم التي تفرض على الحاويات، حيث يطلب من التجار أن يدفعون نقدا بدلا عن الشيكات، وهناك أزمة فيما يتعلق بالسيولة. الميناء طبعا ليس كما يطرح بأنه مغلق أو أن هناك حصار عليه، بالعكس هناك
يعني إجراءات جيدة تتبع الأمم المتحدة، وهي تشرف وتراقب على هذا الميناء، والميناء مصدر دخل مهم الآن لجماعة الحوثي كما أعلن رئيس أو الوكيل المصلحة المعين من الجماعة بأن الإيرادات خلال شهرين. لكن كيف نفهم هذه الازدواجية سيد مصطفى؟ في تصريحات تتحدث عن أن الميناء محاصر ولا توجد أي واردات، وتصريحات أخرى تتحدث عن أنه يتم تحصيل مبالغ كبيرة تصل إلى 7 مليار خلال شهرين. كما قلت لك الأرقام حركة الملاحة معلنة وموجودة، وخطوط الملاحة شغالة إلى الميناء منذ فترة طويلة، وهذه الإيرادات تؤكد ذلك. العام الماضي كما قلت أكثر من 47 مليار ريال، وأيضا خلال الشهرين 7 مليار إيرادات جمركية، منها 6 مليار في عبر ميناء الحديدة، وبالتالي هذا يؤكد أن الميناء مفتوح. لا يوجد أي حصار على ميناء الحديدة؟ لا بكل تأكيد هذه المعلومة مؤكدة. نعم. أنه غير مغلق ويستقبل السفن، لكن هناك تأخير، هناك بطء، وهناك وحدة كما قلت أيضا، وحدة رقابة تابعة للأمم المتحدة هي من يشرف على هذه على دخول هذه البضائع. نعم. أحيانا تأخذ البضائع أو البواخر الداخلة إلى الميناء إذن من التحالف، هذا الإذن يؤخذ عبر الإنترنت أونلاين في حدود 72 ساعة، ويتم السماح لهذه السفن بالدخول إلى ميناء الحديدة. ميناء الحديدة ما يزال يعمل، وكثير من الشركات الآن المشتقات النفطية المتواجدة في المحافظات الشمالية والسلع الغذائية معظمها تدخل عبر ميناء الحديدة، وكما قلت أيضا حتى السلع والمواد الغذائية والإغاثية معظمها التابعة للأمم المتحدة ولوكالات الأمم المتحدة، وكثير من التجار تأتي عبر ميناء الحديدة. نعم. إذن ابقى معي سيد مصطفى، أتحول بالسؤال إلى ضيفي الآخر صحفي محمد الجمعي. سيد محمد، يعني قبل أيام كانت الغرفة التجارية قد أصدرت بيانا ترفض فيه هذه الإجراءات التي فرضتها الميليشيا، هل لديك معلومات عن آخر المستجدات حول هذا الموضوع؟ لا يوجد معلومات، لكن الغرفة التجارية يعني هددت بأنها سوف تصعد، وخاصة بعد حدوث جريمة قتل سائقي الشاحنات التابع لأحد التجار، يعني اعتبرتها الغرفة التجارية بأنها يعني تمادي في الإجراءات لدرجة الوصول إلى القتل، وهذا يمثل بالنسبة لهم وبالنسبة لكل الناس يعني انتهاك جسيم وهو قتل النفس. وباعتقادي أنه لن تحدث أي تفاهمات ما لم يعني يستمر التجار في تصعيدهم وتتراجع الميليشيات، والحكومة لابد أن تتدخل هنا. نعم. بنصرة هؤلاء التجار، وإلا سيستمر الحوثي والسلطات. نعم. الحوثية في صنعاء بالضغط على التجار، وهو ما يزيد الوضع الإنساني في صنعاء يعني سوءا، ويذهب به إلى الهاوية. ربما هؤلاء هم الذين تبقوا من رأس المال الموجود، ومعظمهم أيضا يعني لديه خيارات أخرى في الخروج من البلد. الحكومة يعني أعتقد أن لديها إجراءات في هذا الموضوع، ثم يعني ستشهدها الأيام لاحقا. لكن سيد محمد، أيضا بيان وأيضا تلويح تصعيد الاحتجاج من قبل التجار والغرفة التجارية، لكن ما نجده أنه لا يوجد أي تجاوب أو تفاعل مع وسائل الإعلام من قبل هؤلاء التجار للضغط أكثر. يعني على سبيل المثال في حلقة اليوم لم نستطع الوصول إليهم، لكن في حلقة سابقة أعتقد يعني كنت مع أحد التجار في واحدة، وكان يعني يتحدث بطلاقة وبحرية وبجرأة. رأس المال إذا مسته أي سلطات يرفع صوته عاليا، لكنه له طرقه أيضا في التعبير. ربما لا يحدد الآن الحديث لوسائل الإعلام، لكنه يصعد في صنعاء بشكل كبير، يصعد من خلال النشر الذي يقوم به لتصريحات التجار. لم يعد هناك أحد يغطي وجهه ليخاف من سلطات ميليشيا الحوثي. الحديث حتى انتقل إلى مجلس النواب،
الذي ينعقد ولو بصورة غير قانونية، لكنه أيضا ينقل أصوات التجار بشكل كبير. المسألة في صنعاء هناك طرف نافذ يريد أن يستأثر بكل الموارد ويبحث عن موارد من أي، إذا كانت ميليشيا الحوثي تبحث عن موارد من المدارس، من المساجد، من شركات الصرافة، بصناديقهم الموزعة على كل مكان تحت ما يسمى بالمجهود الحربي، وبالتالي لا يمكن فهم هذا الإجراء منهم على أنه إجراء قانوني ولا لمصلحة البلد وليس إلا لمصلحة خزينة واحدة هي الخزينة التي تهمهم. أعتقد أن التجار يتحاشون الحديث، تحاشوا الحديث اليوم، لكنهم سيتحدثون غدا، سيتحدثون بعد غد، لهم أيضا نوافذهم للحديث لوسائل الإعلام. نعم، لكن سيد محمد أيضا هناك شكاوي من بعض التجار بأن الميليشيا يعني تعمل على تمييز بعض التجار عن تجار آخرين، ومن ثم يعني إنشاء طبقة اقتصادية معينة أو فئة من رجال الأعمال المرتبطين بها، هل هذا الأمر يعد حقيقي؟ نعم هناك تمييز، وهناك أيضا يعني بلاغات صدرت من تجار، وهناك يعني فضائح كشفت خاصة فيما يخص ميناء الصليب، وهناك يعني دراسات في هذا الموضوع عن القاعدون الجدد الذين وصفهم التقرير بأنهم ثعابين الثروة والحرب، وبأنهم يعني مستفيدين من إطالة مدى الحرب من خلال الأموال التي يتم غسلها من جديد في عبر مشاريع كبيرة في صنعاء أو خارج صنعاء. نعم، إذن أشكرك جزيلا الصحفي محمد الجماعي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا جزيلا لك. أعود بسؤال إلى ضيفي الآخر السيد مصطفى ناصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. سيد مصطفى، يعني مصادر تابعة للحكومة أكدت أن الميليشيا حصلت على 400 مليار إيرادات ضرائب المشتقات النفطية فقط خلال العام الماضي، إضافة إلى 7 مليار عائدات الجمرك خلال شهرين فقط. كيف تقرأ حالة الاستنزاف الذي يمارسه الحوثيون على إيرادات الدولة؟ بكل تأكيد هذه أعود لأؤكد على نقطتين. الأولى، جماعة الحوثي الآن تحاول أن تستقطب أكبر كمية من الموارد، لا سيما بعد استنزاف البنك المركزي وأيضا توقف البنوك عن شراء أذون الخزانة وغيرها من المصادر الإيرادية التي تم استنزافها، وبالتالي تحاول قدر الإمكان أن توجد هذه الموارد، وبالتالي لجأت لفرض رسوم جمركية جديدة على السلع المجمركة أصلا. النقطة الأخرى هي موضوع هذه النقطة، هي حالة تطفيش للقطاع التجاري الملتزم والمنتظم والذي ليس لديه يعني نافذين، بحيث يتم إدخال بضائعهم عبر طرق ملتوية وعبر يعني وعدم الدفع هذا الذي يتم دفعه من خلال التجار التقليديين والتجار العاديين، وبالتالي هنا يخلق منافسة مختلة ويخلق أيضا قطاع تجاري موازي يخدم هذه الجماعة. فيما يتعلق بموضوع الإيرادات، فعلا ما تزال إيرادات كبيرة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وأنا أعتقد أن هذه المشكلة إعادة فرض الرسوم الجمركية هي مقدمة لمشكلة كبيرة ستواجهها البلد والوضع الاقتصادي مستقبلا في مسألة الضرائب والجمارك خلال المرحلة المقبلة. ما تزال معظم الشركات والبنوك وشركات الاتصالات وثلثي الاقتصاد اليمني ما يزال تحت سيطرة جماعة الحوثي، وبالتالي ما تزال هذه الإيرادات، هذه الجهات تورد لهذه الجماعة. الآن الحكومة أعتقد أنه خلال المرحلة المقبلة، وقد بدأت في هذا، بدأت تطالب القطاع التجاري والقطاع الصناعي والشركات الكبيرة والبنوك بأن تورد الضرائب للحكومة الشرعية، طالما وهي الآن ملتزمة بدفع مرتبات الموظفين. هذه مشكلة كبيرة ومعقدة، يعني ستكون نقطة لحرب اقتصادية قادمة خلال الأيام المقبلة. لكن كيف سيتم معالجة هذا الأمر؟ يعني لابد أن يكون هناك استراتيجية واضحة ورؤية واضحة، بحيث أنه لا يرهق المواطن أكثر، وأن تكون هناك فعلا رؤية متوازنة، ورؤية أنا أقصد أنها يعني فعلا
تجعل القطاع التجاري والصناعي يتعامل مع الحكومة وتسهل له الانتقال السلس بحيث يصبح يعني قادر على العمل في ظل بيئة تنافسية لا سيما في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة. نعم، وضحت الصورة. أشكرك جزيلا سيد مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، انتهت الحلقة. كما أشكر أيضا ضيفي الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي، كان معنا أيضا من عدن. وختاما مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة ليلى الزميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله ورعايته.